انا بجد بشكر المهرجان انه اداني فرصه ان انا اتكلم عن فلسطين وان انا اوصل صوت فلسطينيين. تمادينا كتير في اللامبالاه وفي التفاهه وفي حاجات كتير. انا قاعده في بلجيكا في بلد حره يعني وبكلم زي ما انا عايزه وكله تمام، حاسه بخنقه، حاسه ان انا مش قادره اتكلم، حاسه ان انا لو اتكلمت في حد هيقرر انه الكلمه دي مش هتوصل. بفضل ديكتاتوريه صريحه عشان اعرف انا فين، ولا ديمقراطية كذبة. أنا عزموني عشان أجي أغني في إيفنت فاندريزنج لفلسطين مع الهلال الأحمر، وكلموني عشان أجي أغني لفلسطين، وطبعا رحبت جدا بالدعوة دي. وامبارح غنيت قصائد من درويش، صلاح جاهين، نسيت دلوقتي مين، بس غنيت كذا كذا أغنية وكلها ليها معنى في الكونتكست اللي احنا فيه، في السياق اللي احنا فيه دلوقتي. ومبسوطة جدا طبعا انه في منصة زي مهرجان الجونة اللي اهتم بالقضية دي وقضايا انسانية عموما وركز على الحاجة دي، وحاسة ان كل الكلام اللي اتقال للشباب اللي اتكلم كله واخد بعين الاعتبار اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو تغيير كبير في عقليتنا وفي مستقبلنا، واتكلموا فيه. ده انا بجد بشكر المهرجان انه اداني فرصه ان انا اتكلم عن فلسطين وان انا اوصل صوت فلسطينيين. هما بيقولوا اتكلموا، احنا مش عايزين ندعم وحاجات كده، عايزين ناس تتكلم تقول تنصفنا تقول تفضح تعمل. فهو ده. انا ما بتابعش الاخبار اللي هي ما عنديش تلفزيون وما بتابعش كده، بتابع ناس معينه وهم هناك وبيحكوا بطريقتهم، عشان انا ساعات ما بفهمش كتير، بفهم الكلمه اللي بتتقال صريحه كده. وبتابع عبود اللي ممكن يتكلم، في ولد اصغر كمان بيتكلم بكلامه، هو العيال ما بتكذبش. فبتابع، عندنا جروب واتساب كمان انه في حد من هناك وبيكتب كل يوم اللي بيحس بيه، اللي شايفه. ساعات بنضحك، ساعات بنبكي، ساعات بيتكلم عن خوفه، ساعات بيتكلم ازاي ازاي بيطبخوا، ازاي يعني، وطرائف كتير وحكايات كتير كده بتطلع وبتوصل الحاجات اللي بتحصل بطريقه صح اكتر وحقيقيه اكتر، بتمسنا، لانه احنا كمان عندنا حياتنا وبنبقى سهيين وعايشين في عالم تاني. اللي اتغير بقى انه الواحد يحس ان احنا تمادينا كتير في اللامبالاه وفي التفاهه وفي حاجات كتير، لدرجه انه قدامنا دلوقتي بيقتلوا ناس منا زينا قدامنا، واحنا برضه في اللامبالاه دي ومش واخدين بالنا. عشان يمكن ده السوشيال ميديا، يمكن ده زي الافلام، يعني مبقاش حاجه حقيقيه، بقت كله داخل في بعضه كده. والاحساس انه احنا وصلنا لمرحله ايه ده اللي بنشوفه قدامنا؟ ايه، لا احنا، انت قاعد، انا قاعده في بلجيكا في بلد حره يعني وبكلم زي ما انا عايزه وكله تمام، حاسه بخنقه، حاسه ان انا مش قادره اتكلم، حاسه ان انا لو اتكلمت في حد هيقرر انه الكلمه دي مش هتوصل في سياقها، او مش هتوصل كامله، او مش هتوصل خالص، وانا في مكان المفروض لما اتكلم يوصل. طب ايه؟ طب انت اللي بيحصل هنا وصل لي حد لهناك. ف هو في ايه يعني؟ هو الوضع متغير خالص، وبعدين بيقتلوا في ناس قدامنا واحنا ساكتين، يعني عادي، يعني بقى عادي جدا انه حد هيجي يخش البيت اللي انا قاعده فيه ويقول لي ده بيتي، عادي انه يجي يقتلني عشان انا مش عاجباه، وعادي. وانا طب انا هعلم اولادي ازاي؟ طب اولادي وعلمتهم وكذبت عليهم، قلت لهم لازم يبقى صادق ولازم ما يسرقش وما يكذبش، كذبت عليه والله، انا زعلان، انا اسفه ان انا علمتك الحاجات دي،
كان لازم اقول لك لازم تخش وتسرق وتاخد بيت لحد تاني وتعمل وده اللي ده اللي متصدر لشباب صغير مثلا. انا احفادي هقول لهم ايه؟ هربيهم زي ولادي؟ لا هقول لهم لا 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 انتوا المثل الاعلى بتاعكم جاكوب بيجي ياخد بيته وبيقول طب انا لو انا ما خدتوش هياخده حد تاني. ده فلا في حاجة اتغيرت خالص خالص. وفي حاجة واحنا هناك في اوروبا ما بقيناش شايفين اوروبا زي زمان. في كذبة كده كبيرة بقت واضحة. وبجد كذا مرة قلت انا بفضل ده قلته وقت بداية الثورات، بفضل ديكتاتورية صريحة عشان اعرف انا فين، ولا ديمقراطية كذبة اللي هي في واحد فكاهي فرنسي كده اسمه كوليوش قال الديكتاتورية اسكت ما تتكلمش، اسمها الديمقراطية اسمها ايه بقعد ادور عليها ساعات مش مقتنع اسمها ايه الديمقراطية اتكلم على نفسك قول اللي انت تحب بس مفيش حاجة من اللي بتقوله هتتسمع ماشي. فانا ما اعرفش على الاقل زمان لما كانت ما كانش كلام زي دلوقتي الناس كلها بتتكلم وبتقول وبتعبر زي ما هي عايزه، ما احنا في ديمقراطيه. زمان كنت عشان تعبر عن حاجه كان لازم تقعد تبدع في ازاي هتوصل الكلمه وتوصلها بطريقه ابداعيه، ما فيش حد مسك عليك حاجه بس بتوصلها بطريقه حلوه وبتوصلها ساعات بذوق. النهارده فاكر ان هو حر يتكلم يعني يقعد يسب ويلعن، بالسب وبتلعن مين يا عم؟ وفاكر انك كده هتوصل كلمه؟ انت عشان توصل كلمه لازم تقول لحد انا موافقك في كل اللي بتقوله، انا معاك، عشان ايه يقف ويقول وكله عايز يبقى له ها. فبقول انا معاك كده بس انا فرق صغير كده في الحته دي، خد كده الحتة دي وبعد الحتة دي وبعد وقول فكرتك كلها، بس لما تكسب سمعه وتكسب انتباهه تتكلم، مش تيجي تقول انت كذاب وانت لا 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 وانا هقول لك الصح. انت ما تنظرش علي، انت مش احسن مني، هو انا هقفل منك هقفل خالص مش هسمعك، بالحب هسمعك بشويش كده وانت اديتني هسمعك زي المراهقين كده كلنا مراهقين.